السلام عليكم يا شباب، مع الفيديو الثامن من الكورس الاحترافي لبرنامج Altium. إن شاء الله النهاردة عنوان المحاضرة بعنوان Editing Schematic and PCB. هروح يا شباب للدائرة بتاعتنا، دي الدائرة اللي احنا رسمناها واللي احنا شغالين فيها من بداية الكورس. طبعا دي دائرة سيمبل جدا. بعد كده إن شاء الله نخش في تطبيقات Advanced، وهنخش في قواعد ادفانسد برضو للبي سي بي. طبعا لازم نبدأ بحاجة سيمبل في الأول. بعد كده يا شباب عملنا البي سي بي بتاعنا كدبل لاير زي ما انتم شايفين كده، وعملناه برضو كسنجل لاير. الفيديو ده يا شباب هفترض ان انا بعد ما عملت البي سي بي اكتشفت ان انا اخترت المقاومة دي مثلا غلط. ازاي؟ لو انا مثلا اشتريت مقاومة البعد ما بين الرجلين بتوعها من هنا لحد هنا كده اكبر من اللي انا حاططها في البي سي بي دي. يعني لو انا اشتريت مقاومة، خلاص اشتريتها وانا عملت البي سي بي وحطيت مقاومة اصغر من اللي انا اشتريتها، فلازم طبعا اغيرها في البي سي بي قبل ما اعمله. طيب اغير ازاي المقاومة وانا خلاص عملت البي سي بي؟ اول حاجة شباب هنيجي هنا كده، هنيجي هنا في السكيماتيك بتاعي، هبتدي اروح على بانلز، اختار كومبوننت زي ما انتم شايفين هنا كده شباب كومبوننت. هلاقي في حاجه ظهرت لي كده اللي هي دي يا شباب، هنا بيقول لي ايه لو انا فتحت من هنا القائمه دي كده. لو انا جيت هنا كده يا شباب هلاقي ان هو رصص لي كل العناصر اللي عندي هنا على اليمين. على الشمال هلاقي هنا miscellaneous devices، هضغط عليها كده يا شباب هيجيب لي كل اللي فيه miscellaneous devices دي اللي هي الانتجريتد لايبراري اسمها miscellaneous devices. طيب طبعا انا قلت مصطلح جديد دلوقتي اللي هو الانتجريتد لايبراري. انتجريتد لايبراري معناها يا شباب معناها ان انا عندي لايبراري بتحتوي على سكيماتيك وبتحتوي على بي سي بي، يعني بتحتوي على شكل السكيماتيك وبتحتوي على شكل البي سي بي. يعني لو انا حطيت ده، لو انا حطيت الترانزستور ده في السكيماتيك اوتوماتيك على طول بيروح الشكل ده في البي سي بي، تمام. وطبعا بعد كده هتلاقيه كمان الانتجريتد لايبراري هتلاقيه فيها 3 دي لايبراري، يعني هتلاقي فيها شكل 3 دي كمان. يبقى الانتجريتد لايبراري المفروض انها بتحتوي على 3 حاجات: شكل العنصر في السكيماتيك اللي هو اللي فوق ده، شكل العنصر في ال2 دي اللي هو ده، وشكل العنصر في ال3 دي. تمام، نعرف بس المصطلح ده دلوقتي وبعد كده هنعرف ازاي ننشئه او اهميته ايه. طيب انا هغير المقاومة يا شباب، هنروح هنا كده نكتب RES. هلاقي هنا جاب لي كل المقاومات اللي موجودة هنا. انا طبعا كنت شغال على المقاومه دي يا شباب اللي هي اول مقاومه. طيب المقاومه اللي بعدها هتلاقيها اكبر منها شويه، يعني هتلاقيها 4 من 10 دي، ده الفوت برنت بتاعتها اللي هو البين سبيسنج، تمام، اللي هو 4 من 10 انش، تمام. يبقى 4 من 10 انش يا شباب اللي هي تقريبا بتساوي 1 سنتي، تمام. طيب انا هاخد المقاومه دي، لو انا رحت للمقاومه اللي بعدها هلاقيها الشكل ده شباب اللي هو يعني مقاومه سيرفس ماونت مش ثرو هول زي دي. السيرفس ماونت اللي هو ملوش رجول يا شباب، بيتلحم على سطح البورده، اما الثرو هول اللي بيبقى ليه رجول وبتدخل في قلب البورده والحمم اليمه التانيه، تمام. طيب هاخد المقاومه دي كده يا شباب هنا، تمام. بعد كده مش محتاج القايمه دي تاني، هقفلها. طيب المقاومه دي هغير كل المقاومات اللي عندي في السيركت واحط بدلها المقاومه اللي قدامنا دي. فاول حاجه هاجي على R1 دي، اضغط عليها كده اعمل ديليت، وبعد كده اجي يا شباب احرك الار دي كده، اضغط عليها شيفت، اضغط عليها كليك شمال واشدها بالماوس كده، وانا بشدها اضغط سبيس، فايه ابتدي قصدي يا شباب وهي متعلمه اخضر كده اضغط عليها مره فتعلم اخضر، وبعدين اضغط سبيس فالمفروض انها هتلف معايا. بعد كده اجيبها هنا،
تمام كده خلاص وصلت. طيب تمام، بعد كده هضغط على دي ضغطة كده، وبعد كده اعمل ديليت. وبعد كده شباب مش هروح بقى اجيب المقاومة تاني، لا هضغط على دي كده، وبعدين من الكيبورد كنترول سي، وبعدين يعني كوبي، وبعدين كنترول في يعني بيست، وبعد كده اجيبها هنا تاني واحطها هنا. تمام، شفت السهولة في التعامل عاملة ازاي؟ طيب بعد كده نفس الموضوع، هاخد دي كده اضغط عليها ضغطة، وبعد كده ديليت. بعد كده يا شباب هروح اجيب دي كنترول سي كنترول في، تمام كده كده اتوصلت. بعد كده اغير دي يا شباب ديليت، وبعدين اجيب دي كنترول سي كنترول في واحطها هنا كده يا شباب. طيب كده انا غيرت الكومبوننت او غيرت كل المقاومات اللي في الدايره بالمقاومه الجديده او الفوت برينت الجديد. طيب لو انتم ملاحظين كده، تعالوا نقرب الشاشه كده، ملاحظين الخط الاحمر ده؟ قلنا الخط الاحمر ده لما يظهر جنب اي عنصر يبقى فيه مشكله. المشكله هنا يا شباب ان المقاومات كلها اللي انا حطيتها اسمها ار علامه استفهام، فلازم اغير المقاومات دي، لازم اغير الاسامي بتاعتها. طيب قلنا بنعمل تغيير الاسامي اوتوماتيك منين؟ هنيجي من قائمه تول، عندي حاجه اسمها انوتيشن، وبعدين اضغط انوتيت سكيماتيك. تمام، بعد كده يا شباب بقول له ابديت تشينج ليست، يعني الحاجات اللي هي اتضافت على الدايره ضيفها لي هنا. حد سأل لك فعلا انت ضفت اربع مقاومات زياده، يبقى اربعه تشينجز وير ميد فروم بريفيوس ستيت، يعني هو بياخد الحاله القديمه يقارنها بالحاله الجديده. فقال لك انا لما قارنت الاثنين ببعض كده انت عندك اربع مقاومات او اربع حالات جديده مش متسمين. هتقول له اوكي، بعد كده اكسبت، يعني خلاص سميهم فاليديت اكسكيوت، خلاص كده هو سماهم. لو رحنا تاني كده هنلاقي الخط الاحمر فعلا يا شباب اتشال، مفيش اي مشكله. طيب خلاص كده انا عدلت الاسكيماتيك، فاضل ايه يا شباب؟ فاضل اعدل البي سي بي. طيب تمام يا شباب، هروح على قائمة ديزاين، هلاقي هنا أبديت بي سي بي دوكيومنت. في بعض الناس بيظهر لها مشكلة إن لما بيجي يعمل ديزاين أبديت ما بيلاقيش دي ظاهرة. لو أنت ما لقيتش يا شباب أبديت بي سي بي دوكيومنت ظاهرة، يبقى أنت مش حافظ السكيماتيك والبي سي بي في نفس الفولدر. لازم تحفظ ملف البروجكت وملف السكيماتيك وملف البي سي بي التلاتة في نفس الفولدر. تمام، زي ما عملناها في الفيديو في اول فيديو واحنا بننشئ البروجكت. تمام، لو ما حفظتهمش مش هيظهر لك ابديت. تمام، فانا هعمل دلوقتي يا شباب ابديت. تمام، بص هيقول لي يا شباب، هيقول لي do you want to try and match the remaining components using their designator. يعني بيقول لي انت عاوز توصل العناصر اللي انت حطيتها الجديده دي بالديزيجنيتور بتاعتها. يعني ايه الديزيجنيتور يا شباب؟ الديزيجنيتور ده دي حاجه بتميز العنصر. يعني مثلا لو انا عندي مقاومه زي دي لها بن فوق وبن تحت، البن اللي فوق يا شباب بيكون لها رقم مميز ليها اللي هو رقم واحد. تمام، لو انا رحت في البي سي بي هلاقي برضو نفس الرقم ده، نفس البن دي اللي واخد الرقم واحد هناك في البي سي بي. يبقى البن اللي هنا اللي انا مشاور عليها دلوقتي دي، تمام دي يا شباب دي مثلا لو هي واخده رقم واحد ده الديزيجنيتور بتاعها، لو انا رحت في البي سي بي هلاقيها برضو واخده نفس الرقم اللي هو الديزيجنيتور برضو بتاعها. تمام، طيب يا شباب هو بيقول لي ايه بقى؟ اوتوماتيكالي كرييت كومبوننت لينكس، يعني ماتش كومبوننت لينكس اوتوماتيكالي اند ستارت اي سي او بروسيس. يعني ايه؟ بيقول لي الحاجات اللي انت حطيتها الجديده ديت المفروض اوصلها لك اوتوماتيك ولا انت عاوز توصلها مانيوال؟ طيب يعني ايه بقى الاي سي او بروسيس؟ اي سي او بروسيس ده اختصار ل انجينيرنج كنترول او انجينيرنج تشينج اوردر. ده بيعمل ايه يا شباب؟ دي عباره عن ليست، لو انا قلت له هنا كده اوتوماتيكالي كرييت، لو انا ضغطت عليها هيقول لي كومبوننت لينك از موديفايد، هيقول لي فور لينك موديفايد، هقول له اوكي. بصوا يا شباب هيعمل ايه؟ هيفتح لي ليست اهي يا شباب، دي اسمها engineering change order اللي هي الاي سي او، دي عباره عن ليست بيفتحها لي، بيقول لي لو الحاجات دي اتغيرت هتصبح ان السكيماتيك هي البي سي بي، يعني السكيماتيك هتكون شبيهه جدا بالبي سي بي، نفس التوصيلات اللي هنا هي نفس التوصيلات اللي هنا. فانا هقول له فاليديت،
فاليديت يا شباب، قال لي مفيش حاجة غلط، يعني كل حاجة انت عاملها في الاسكيماتيك صح. اقول له بعد كده اكسكيوت، يعني نفذ الامر. تمام كده نقل لي المقاومات اللي انا زودتها هناك وشال لي المقاومات القديمة. تيجي نبص كده في البي سي بي يا شباب، هلاقي فعلا المقاومات الجديدة جت مكان المقاومات القديمة بالظبط، ولكن ظهر لي مشكلة بسيطة هنا. تمام، ممكن انا يا شباب اعدل المشكلة مانيوال، يعني ممكن احرك المقاومة دي لتحت وابتدي اعالج الموضوع. بس انا ممكن اجي من هنا كده راوت اوتو راوت اول، تمام، واعمل راوت اول. تمام، لما عملت راوت اول يا شباب هلاقيه عدل لي كل المقاومات، ظبطها لي، مفيش اي مشكله فيها ما عدا الخط ده. الخط ده يا شباب في التوب ولا في البوتوم؟ الخط ده دلوقتي في التوب الاحمر. طيب نقرب كده يا شباب ونشوف. طبعا احنا شفنا امكانيات التيام في التعديل، في تعديل الدايره، سهل جدا ومفيش اي برنامج يعني بيديك الفاسيلتيز دي. تعال بقى نشوف هنا كده ازاي نعدل الخط ده او ايه مشكلته. اي حاجه يا شباب تظهر لك بالاخضر هنا في برنامج التيام اعرف ان فيها مشكله. تمام، طيب هنا هو بيقول لك ايه يا شباب بقى، لو احنا قربنا كده بيقول لك ان هنا في مشكله. لو انتوا شايفين كده الرقم ده، ركزوا معايا كده، ركزوا معايا كمان، بيقول لك ان المسافه ما بين التراك ده والباده دي اقل من 6 من 10 مللي متر. طيب ال 6 من 10 مللي متر اللي قدامكم دي اللي هي ايه اصلا؟ ده الكليرنس يا شباب اللي كنا محددينه في الرولز. يعني التيام بيديك فاسيلتيز فظيعه جدا لدرجه ان هو بيكتب لك المشكله على المشكله نفسها. يعني هنا في مشكله، كاتب لك هنا كده ان المشكله ان التراك ده قريب من الباده قوي واقل من 6 من 10 مم. فاحنا نعمل ايه يا شباب؟ طبعا احنا في الطب فوق، فبكل بساطه جدا همسك التراك ده كده، اضغط عليه ضغطه واشده لفوق، تمام، واسيب. لاحظتوا يا شباب؟ هلاقي البوليجون لوحده اوتوماتيك ابتعد عن التراك ده ب 6 من 10. تمام، شفتوا يا شباب؟ يعني برنامج التيام لما تتعلمه صح فعلا هترتاح، يعني هتصمم اي حاجه بسهوله، وهتلاقي ان حتى لو تصميم معقد جدا جدا هتلاقي نفسك بتصممه بكل سهوله. طيب لو انت بتعمل تصميم معقد وحصلت فيه مشكله، عاوز تعدل تعديل زي ده، لو انت شغال مثلا على ايجل، على بروتس، على كيكاد، على اوركاد، التعديلات دي صعبه جدا. يعني على ايجل مثلا لازم تروح تعدل في السكيماتيك وبعدين تروح تعدل في البي سي بي، حوار. انما في التيام يعني التعديل سهل جدا جدا، ودي طبعا من مميزات البرنامج. في حاجات طبعا متقدمة جدا قوي هنشوفها قدام ان شاء الله. الفيديو ده انا كنت عاوز بس اوريكم ازاي نعدل حاجة كنا ناسيينها مثلا، او حاجة عملناها غلط في الاسكيماتيك ازاي نعدلها في البي سي بي. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.